سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير ان شاء الله. البنات على بالي بلي غبت عليكم، الله غالب اكو على بالكم ظروف اختبارات، يعني كل انسان وظروفه. دي فوالا عبدي يعني تسالو حاجه ما ي... يعني ما تساعدوش باش يدير فيديو، لا الخاطر ولا الوسمو يكون مرتاح. ما كنت مع القرايه تاع دراري اختبارات وصالو بروبليم تليفون تاعي. المهم باش ما نحكيلكمش ما نذكروش بزاف السلبيات، نروحوا الايجابيات ان شاء الله. بلي جا سيدنا رمضان ان شاء الله ربي يدخلوا علينا بالراحه ان شاء الله والهنا والصحه ان شاء الله، ويخفف علينا هاد الوباء ان شاء الله ها وبدا يخف الحمد لله يا ربي. نبداو نعيشوا حياتنا حياه يعني طبيعيه كيما الناس ان شاء الله. وعلى بالكم مع الميناج، على بالي كاع النساء راهم كانوا مع الميناج ولا مازالهم، يعني كل انسان وظروفه ربي يقدركم ان شاء الله ويعطيكم القوه. اليوم حبيت نشارك معكم اول تحضيرات اللي بديت نحضر فيهم رمضان. خلينا من الميناج، يعني درت الميناج شريت المواعني، راني ندير لكم فيديو. الفيديو الجاي ان شاء الله راح يكون على المواعن اللي شريتهم. نشارك معكم الاسعار. تعرفوني انا نروح نشوف غير من كاين لي بروموسيون، يعني الهميزات هادو اللي فيهم لي زافير. نقول لكم البلاصه ونقول لكم شحال يديروا باش تروحوا وتشرو من تم ان شاء الله، اللي قدروا ربي واللي ما قدروش ربي يرزقه ان شاء الله ويفتح له بيبان الخير. صافي قلنا نديرو البنات، ندير معاكم شبح الصفراء، انا نديرها على البكري ونديرها دون دي بواط ونديرها في الفريجيدير، غير كي نبدا نوتيليزي نتبد بالحبه، يعني ما يصرى لها والو باسكو ما حاش ندير كونتيتي كبيره اللي نحطها في الفريزر، يعني باش نحطها في الكونجيلاتور. صافي راح ندير كونتيتي صغيره كيما راكم تشوفوا الكيل تاعي تاع الكاس. هكذا انا ولادي ما عندهم حاجه ما يحبوهاش. هذا اللوز ديالي انا هكا شريت اللوز ديجا من قبل وقليتو ورحيتو ودرت في الكونجيلاتور، وهادو اللي حندير به الشفاعه الصفراء، يعني خرجتو كي نسحق يعني لي سيغا ولا كاش حاجه نديرها في رمضان ان شاء الله، ولا احيانا ربي 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 يدخلوا علينا ان شاء الله بالهنا والربح. صافي كنديرو البنات باش نسحقو في هاد الشفاعه الصفراء تاعنا. كيما راكم تشوفوا اللوز تاعي اني رحيتو، ريحو اللوز تاعكم رقيق مليح. نسحق 3 كيلات لوز، نص كيلة سكر ومغرفة مع زهر، هذا واش نسحقو فيها ونجمعوها باللوجون دوف يعني بصفار البيض، ونخلو البيض اللي نقلو به. يعني طريقة سهلة وبسيطة كيما راكم تشوفو. شريت البنات هنا المول تاعي تاع شبح الصفرا، قلبت عليه الدنيا يعني وين تروحي تلقاي حاجة ما تسعى، يعني يقولك داوهم شراوهم. المهم الحمد لله قدرني ربي ولقيت كيما راكم تشوفو، مشيتو 12 نهار في البنات هاهم فيه كاع لي ميزيغ، الجمال الورده الهلال، يعني كي تحبوا تشبحوا هكا وديروا بحاجه وحده تحبوا انا نديرهم كاع كومبلي عجبوني شابين باش نوع برك. هكذا كيما راكم تشوفوا البنات نبداو بسم الله. واش ناخذوا 3 كيلات تاع اللوز هكا البنات، ناخذوا 3 كيلات ما تعمروش بزاف الكاس، انا باسكو ما نعمروش بزاف لانه ما حاش ندير بزاف، ندير غير شويه. انا ولادي ما يحبوش، ما عنده حاجه فيه، ما عندهم حاجه فيها كيما راكم تشوفوا هكا البنات. ها كاس يعني بخاس ماشي معمر، هكذا هكذا ما نعمروش بزاف. هكذا البنات كيما راكم تشوفوا انا ندير كاس ماشي معمر هكذا شويه. كاين البنات اللي يحبوا يديروها بالكاوكاو يديروها، يديروا شويه ديكستري تاع اللوز تجي لابس بها، يعني اللي يحبها يعني اللي يحبها يديرها هكذاك هكذا هكذا زوج ثلاثة والاخر نخلي. حبيتي تخلي اللوز تاعك في الفريجيدار نورمال كي يتقلى ويتواسع كي يتحمس ويترحى ما تخافيش عليه. انا درتو في كونجيلاتور كاين، لقيتو شوية افير يعني اللوز هذا، لقيتو سومة شوية رخيصة قلت نخطفو قبل ما راكو تعرفو دوكا عيطي لهم برك سيدنا رمضان والعيد والعواشر يبداو يزيدو في السومة، الله يجعل الخير ان شاء الله. هكذا كيما راكو تشوفو الثالثة والاخر نديرو في الفريجيدار عادي، كي نحب ندير لي سيكا ندير صامصا ندير واش حبيت باللوز. هاكا البنات كيما راكم تشوفوا ها هو اللوز ديالي هكذا اللي راح يتو مليح. واش نزيد معاه؟ ندير نص كيلة تاع السكر، نص كيلة برك كان يديرولو كيلة، كان يديرولو كيلة غير ربع بزاف، أنا جبل ربي بزاف مع زيت حط في التعسال يعني يتحط في الحم الحلو. أنا نديرو داخل الحم الحلو البنات، ما نديروش مرقة وحدو برك، يعني نديرو داخل الحم الحلو. أنا نقصلو شوية هكذا، ما نحبوش حلوين بزاف هكذا كيما راكم تشوفو البنات، باسكو أنا ديجا شفتوني ما عمرتش الكيلة. صافي هذاك هو يجي سوا سوا هكا البنات. كما
قلت لنا البنات قصوا شويه كيفاش رايكم، خلوا لي رايكم في التعليقات واش درتوا في هذا التحضيره تاع سيدنا رمضان. ان شاء الله هكذا البنات خلطوا مليح السكر تاعكم مع اللوز هكذا، ونبداو نصفوا الصفار مع البياض، ما ترموش البياض لانه حنقلوا به البنات. نجيب لي ريسيبيون تاعي هادو طويصات ديالي هكذا، نحط المسحوق هنا سوغ لو كوتي، نجيب طويصات ونبدا نصفي في البيض ديالي وناخذو على حسب الكونتيتي اللي عندك كيما على بالكم. انا ما عنديش بزاف صافي، ما يخرج لي ما يديليش بزاف صفار. لازم يكون فيه غير الصفار البنات هكذا، ندير وحده ها هي اثنين دوك، ندير ثلاثه ونبدا نعجن فيهم ونشوف هكا البنات. هاني درت ثلاثه هنا ونبدا بسم الله نبدا نحاول هنا نعجن مليح، يعني ما تبداوش تزيدوا هكا ويبان لك ناشف بصح ما تبداوش تزيدوا قبل حتى نشوفوا، باسكو السكر على بالكم كي يبدا يدوب يطلق لنا شويه الماء تاعو هكذا. حاولوا دخلوا كلش مع هذاك اللوز هاك مالغري كونتيتي صغيره تاع البيض هكا هكا هكا، شوف هاو باين بلي مخصوص هكذا. نزيد شويه هكا باش ندوبك السكر ديالي ونروح نزيد كيما راكم شفتوا انا درت زوج صفار ثلاثه صفار هاو ما طمهوليش، دوك نزيد واحد الزوج ولا نزيد، ولا كانوا كبار ندير وحده ولا كانوا صغار ندير زوج كيما راكم تشوفوا هكا البنات. ها هاي مازالت ها هكذا، دوك هنا ما يليقش تجي جاريه بزاف باش تحكم روحها هكذا البنات هكذا. ما نزيدو ديك المغرفه تاع الما زهر يعني سوفيزون، ما ديروش بزاف مواسي نجد شويه لابيت فويتي تاني دوك ندير لابيت فويتي. راك شاركتها معاكم البنات بزاف سهله وتجيكم هايله، نديرها في الكونجيلاتور لابيت فويتي نديرها في الكونجيلاتور. ها هي هذه وحده، انا عندي البيض تاعي صغير صافي كندير به دير زوج لي جون دوف بالك ويخدعكم بك الصفار هكذا البنات. ها هي دوك نبدا نطم هكذا هكذا، حاولوا تعجنوه مليح طموه، يعني طموه قسمه يطم قسمه ينطم، ما تعجنوش بزاف باش ما يطلق لكمش اليدان تاعو ويجيكم يعني يعتبكم شويه في القليان. نحوس نطمو كاع يديك هكذا جهه وحده تشوفوا هكذا، ديروا الدبزه هكا باش تعاونكم هكذا، باسكو يبان لكم هكاك من الاول بلي ماهوش مواسي، مي لازم نتوما هكا ديروه هكا. شوفوا كي درتو هكا راهو بان بلي سي بون هكذا. شوفوا البنات ديجا كيبدا يسقي في اللحم تاعو صافي ما بقاهوش هكا البنات، شنو يكون بالكم هكا هكا البنات ديرو هكا شويه باش يدخل كلش هنا من السكر تاعنا يدوب شويه يعني هكذا هكذا. نزيدو له شوفوا البنات كيفاش يجي، شوف 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 يبان لكم مع الاول مازال ما نطمش بصح هذاك هو، شوفوا غير تدي لكم مليح تعجنوه يبدا يطلق روحه. شوفوا هكا نزيد مغرفه تاع الماء زهر هكذا، مغرفه غير هكا ماشي معمره بزاف ماء الزهر، كاين اللي ما يديروش يعني كل واحد كل واحد واش يحب، انا باسكو حنرميهم في الحمل الحلو نحب بالماء الزهر يعطيك هذيك الريحه هذيك هذيك
يعني ما ترموش كاع في اللحم الحلو، انا نديرهم دون دي بواط ونخليهم في الفريجيدار كنسحق ولا انا باسكو ما ياكلوهمش بزاف، صافي كناكل غير انا شويه منهم ما ياكلوهم، صافي نخطيهم نخليهم عارضه كاش ضياف كاش هكا يكونوا واجدين، ترموهم برك الشبح. كاين اللي يديرهم غير بلاصوص يديرهم الاخر تاعهم وحده، مي انا نو كيما راكم تشوفوا البنات ها هي نغطيها مليح بابي سيلوفان، نغطيها بالسيلوفان ونخليها تريح شويه، اللي ما عندوش الوقت يديرها تمتم، مي انا ماذا بيا تريح ومسويعه ولا تريح باش نحلوها تجينا سهله، يعني ما تعذبناش كي نحلوها ونديروها في البياض البيض. خليكم معايا البنات دوك نخلوها تريح شويه ونعاودو نولو كيف كيف ان شاء الله باش نبداو نقطعوها ونقلوها. انا ولينا البنات هاو بعد ما ارتاح معايا ربع حتى ساعه ساعه ونص نحلو، نجيبو كيس هكا اللي عندك في الدار تاع الخبز هكا نحلو فيه. نعم البنات هاهو بعد ما ريح معانا هكدا نبداو نحلو فيه بالحلال تاعنا هاهو. العرض كيما تحبوا البنات ما ديروش بزاف عريض، واش كي تشوفوا هكا مشقط نورمال كيما هكا بيتكم ندير هذا الكيس بلاستيكي باش يعاوني خير نحلوه العرض اللي حبيتو. انا ما نديروش عريض بزاف، لا ما نديروش عريض بزاف هاكا البنات. بعد ما حليناها نجيبو الطابع ديالنا ونبداو نطبعو في الاشكال ديالنا هاكا البنات، نروحو جهة بجهة هاكا هاكا تخرج وحدها هنا. شوفوا البنات هكذا يجوا غير صغيرين هكذا يجوا متحوفين يجوش كبار بزاف هنا. شوفوا هكذا البنات شوفوا النجمة تاعنا كملوهم كاع نديرهم معاكم البنات نديروهم ونخليهم يريحوا شوية بعدك نجيبو البيض تاعنا شوفو بعدك نجيبو البيض تاعنا ونبداو نضربوهم في البيض نوريكم الطريقة باش ما يوليش بيض باش ما يتحلكمش البيض في المقلة. وحبيتوهم يجيبوهم بيض بنات ديرو الساشي تاع البلاستيك وحلوهم باسكو كي ديرو الساشي تاع البلاستيك وتحلوهم يجو من الفوق بومبي نكملهم كاع البنات ونولو كيف كيف. شوفوا البنات بعد ما كملتهم شوفوا شحال خرجوني راني فيها بركه ما شاء الله راني خرجوا بزاف وخرجوا شويه صغيرين شابين متحوفين شوفوا جاو شابين كما راكم تشوفوا البنات. وهكا ناخذ البياض البيض هذاك اللي نحيتو بالصفار ضربوهم مليح باش ما باش كي ديروا لداخل ما يتواساش ما يقعدوش هذوك هذوك الطوايل هذو الجلامق هذو يشدو قدامكم حطو قدامكم ان بابي بابي كويسون باش يشرب لكم شويه كيما راكم تشوفوا. اسمحوا لي البنات قلت لكم بابي كويسون بابي هذا ابسوربون هذا اللي يابسوربي الزيت. نبداو نديرو هكذا بالحبه هكذا ديرو بالحبه ولا ديرو بالزوج هكذا هاهو قطروه مليح كيما راكم تشوفوا البنات هكذا نزيدو نديرو فوق البابي هكذا ديروهم كاع هكذا البنات هكذا حاولوا باش نحوا هذاك الطويل هكا ديرو نديرو في البابي ديروهم كاع نزيدو لهم البابي من الفوق كانيتيك باش ينشف شويه من الفوق هكذا هكذا نزيدو لهم البابي من الفوق هكذا باش ينشف. ومن بعد نديرو الزيت يسخن
لازم يكون زيت سخون مليح البنات قبل ما ترموه، نديرو زيت يسخن مليح ومن بعدك نغسلو للنار. راكو تبعو معايا البنات، نكملهم كاع يتكملو كما راكو تشوفو البنات. هاي بعد ما درتهم ندير لهم الفوق تاني الباكي باش يشرب هذاك البيض. هذا كيف كيف ندير لهم هكذا باش يشرب لي هذاك البيض. نخلوه يشرب شويه، نروحو نوجدو المقله تاعنا باش نقلو. كما راكم تشوفوا البنات هنا درت الزيت، لازم يكون شويه عالي، يعني يكون غزير باش كي تدخل لداخل. على بها خيرت مقله صغيره باش يقدروا يعني يغطسوا لداخل. كما راكم تشوفوها كندير الزيت نخليه يسخن، والاخر ديالي راه ينشف غير يسخن نسيح حبه. شفتها سخن مليح نقصوا له شويه النار، ما نقصوش كاع، نقصوا له شويه وخلوهم يطيبوا. دوك نشوفوا كي ياخذوا وجه، لازم ياخذوا غير وجه ابيض برك، جو ينشفوا برك ما لازمش يحمروا، باسكو في القليه الدوزيام اللي نحمروا. ان شاء الله تكونوا فهمتوا البنات ودوك تبعوا معايا كيفاش نقليهم. هام البنات هاني سيديت وحده وبدا يسخن معنا الزيت. ها هي نرموا الاخرين عندكم، ما تخلوهمش نقصوا لهم النار يعني باش ما ياخذوش وجه، هنا نسحقوا يحمروا في المرحله الثانيه يعني في القليه الثانيه. هاكا البنات غير ياخذوا شويه وجه نحيهم، نزيد نرمي الاخرين. بسم الله هكا البنات، ومو يبان لكم واضح كيفاش راني نقلي. هنا هنا هادي نحيها، هاهي هاهي نديرها هنايا في البابي. هاكا نقصو بك من النار باش ما يحماروش هاد ال فهاد يعني فهاد المرحلة، لازم يحمارو في المرحلة الثانية تما كي نحمروهم مليح. هكذا البنات نقليهم قلية الاولى ونحيهم ونعاودو نولو كيف كيف ان شاء الله. شوفوا البنات بعد ما طابو معانا الطيبة الاولى كيما راكم تشوفوا هاكا، ما تحمروهمش بزاف، في لا دوزيام نحمروهم ان شاء الله. نعاودو نفس الطريقة البنات كيف كيف، نديرو بابي هنا، نجيبو البيض تاعنا ونخبطو مليح ونزيدو نديرو كيف كيف، نديرو لهم البيض. هاكا البنات ندير لهم البيض هكذا، نقطروه مليح ونحطوهم هكذا كيما درنا أول مرة. ومن بعد دوك نقلوهم القلية التانية كيما شفتو البنات، ما تحلولناش أو ميم طو البيض هذاك البيض ما توصلناش ما صحناش في الزيت في المقلة تاعنا. هكذا البنات شوفو هذه العفسان اللي يولي البيض تاعكم ما يتحلش، اللوز تاعكم ما يتحلوش او ميم طون البيض ما يهبطش في المقله تاع الزيت. كملهم البنات وكيف كيف نغطيهم من الفوق باش ينشفوا لي مليح، ونزيد نقليهم القليه الدوزيام. القليه الدوزيام البنات تحمر اختياري، كل واحد واش يحبهم، كاين اللي يحبهم غير غاز برك وكاين اللي يحبهم محمرين كيما حنا نحبوهم محمرين، يعني صافي كنديرهم شويه محمرين زايدين، وكاين اللي يحبهم غير صفوره برك صافي، هذا الشيء اختياري كل واحد يدير واش يحب. نكمل البنات نواسيهم ونعاود نولو في القليه. كما راكم تشوفوا البنات هاو معانا زدنا درنا الزيت، الزيت تاعنا هذيك تسخن، وهادو الاخر ديالنا هاهم نشفو هنايا غطيناهم كيما درنا مع الاول. وجدنا هنا غير تبدا تسخن شويه الزيت نقصوا لها ونقلوهم، هذه خطه لا ديرنيغ، يعني اللي يحب كيما قلت لكم اللي يحب يحمرهم يحمرهم، اللي يحب يخليهم شويه غاز هكا كيخليهم. وانا من بعد كيفاش نديرهم، نديرهم في هذا العلب كيما راكم تشوفوا تاع البلاستيك، راهم يتباعوا عند دوزان حلوه 1300 1200 لابوات كيما راكم تشوفوا هكذا. هادو كي يبردوا لنا كاع منيح شبح الصفره نعمروهم لداخل. راكم تشوفوا كاين ناس دير بهم مشاريع كاع هكا شبح الصفره، دير في لي غاتو دير وديروهم لداخل وتغرقي عليها وديريها في الفريجيدار. كي تنوي حد الحمله حلو تسخني الحمله حلو تاعك ترميهم حبيبات الفوق من الفوق، يعني شبح وميم طون بنه. ان شاء الله يكون عجبتكم هذه الوصفه البنات. ودوك نبداو نقليو بشويه، نقصوا النار ومامو الزيت تاعنا سخنت. ها هو نرمي الاولى ها هي هكذا كيما راكم تشوفوا البنات، هاي مازالها شويه الزيت هكذا البنات مازالها شويه الزيت، نزيد نخليها تسخن شويه ونبداو نقلي. كيما راكم تشوفوا البنات ها هم راني بديت نقلي فيهم، نقصوا النار تاعكم وحمروهم كيما تحبوا، حبيتوهم محمرين ديروهم محمرين، حبيتوهم شويه صفوره حطوهم شويه صفوره
هكذا نديرهم في بابي كويسون باش بابي تاع عفوا بابي تاع بابي تاع الكاغط يعني باش يشربوا لنا الزيت تاعنا، ومن بعد كي يبردوا مليح نديرهم في لي بواط تاوعي ونحطهم في الثلاجة. لازم يبردوا مليح البناتة، بردوهم مليح بعد ديك نحطوهم في الثلاجة ونبداو ياخذوا اللون تاعي اللي راني حباته انا، راني حابه محمره يعني تجي حمراء بيان. نبدا تشوفوا هاد النجمه كيفاش جات حميمره هكذا، ونحطها هنايا ونزيد نكمل الاخرين. كيما راكم تشوفوا البنات ها وجدت معانا شبح الصفرة ديالنا، ها هي خلوها تبرد البنات مليح، انا مازال ما درتهاش العلب خليتها حتى تبرد مليح. كيما راكم تشوفوا جاو صغار متحوفين يعني ما ديرولهمش بزاف كبار، هكا يجوا صغار يشبحوا في الطبسي ومام تو ما يدهموكمش يعني ما يقبروكمش، ويجوا كميات يعني تجي كميات معتبره يعني خير من تشريها بباطا تكون بواحد 200 ولا 250 فيها واحد 10 ولا 15 حبه. جو بريفير نخدم هكذا نشري اللوز ونخدم في الدار كيما راكم تشوفوا. وجاو كروستيون البنات جاو مقرمشين كديرهم في لاصوص يبجوا معسلين يتعسلوا. ان شاء الله البنات يكون عجبكم هذا الطبق، وما تنساونيش اللي عجبهم الطبق يدير لي جيم ويعطيني كومونتير يعني باش يشجعني به باش نكمل يعني، وربي يقدرنا ان شاء الله ونصوموا هذا رمضان بالصحه والهنا ان شاء الله. وان شاء الله ديروها البنات وتعطوني رايكم في التعليقات، خلوا لي رايكم. والى فيديو واحد اخر ان شاء الله اللي ندير لكم فيه الاواني ان شاء الله اللي شريتهم ونشاركها معاكم، ونخليكم البنات الى وصفه اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.